النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي إن شاء الله تكون بتهم حضراتكم. خلينا نبتدي البداية بالأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري، أيضا مشاركة سيادته في المائدة المستديرة للشركات الناشئة المليارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي. صحيح، امبارح أيضا التقى سيادة الرئيس على هامش القمة مع كريستينا جورجيفيا المدير العام لصندوق النقد الدولي، التقى ايضا بالشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دوله الامارات وحاكم اماره دبي. تفاصيل اكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، وأكد الرئيس الحرص على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية اللي بتحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلاً عن الإجراءات اللي تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار وعلى رأسها إقرار سياسة ملكية الدولة. امبارح شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضاً في المائدة المستديرة للشركات الناشئة المليارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، وشهد اللقاء حوار مفتوح مع ممثلي الشركات اللي أبدوا اهتمام بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، وأكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات اللي بتواجههم والعمل على حلها. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي. تناول اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، خاصة في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري. كذلك امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي، وأكد الرئيس أن تقدم وازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات بيشكل تجربة تنموية ملهمة لكل المنطقة. امبارح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جولة في محافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات من بينها مصانع الغزل والنسيج، وشدد رئيس الوزراء خلال استماعه للشرح حول تطوير مصانع الغزل والنسيج على أهمية الانتهاء من المشروعات والبنية التحتية في التوقيتات المحددة. كمان امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش المحلة الكبرى، وكلف وزير التنمية المحلية بالعمل على تدبير مخصصات مالية لعدد من المشروعات بالمحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة. امبارح الحكومة أكدت أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة تسونامي وزلازل مدمرة خلال الأيام المقبلة نتيجة الهزات الأرضية اللي بتتعرض ليها بعض الدول المجاورة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال أنه في متابعة مستمرة ودقيقة لنشاط أي زلازل أو هزات أرضية قد تحدث من خلال الشبكة القومية لرصد الزلازل، وقال كمان أنه تم على الفور تحليل البيانات الأولية للزلازل اللي تعرضت ليها بعض الدول المجاورة، ولم يتم رصد أي مؤشرات أو توقعات تنذر بتعرض مصر سواء لزلازل مدمرة أو موجات تسونامي خلال الفترة المقبلة. خلال مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في القمة العالمية للحكومات التي انعقدت في إمارة دبي، ثمن سيادته الدعم الإماراتي والسعودي والكويتي لمصر. قال إن هذا الدعم ساعد كثيرا في مواجهة كافة التحديات. أكيد. كمان امبارح سيادته صرح وقال لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل الاجتماعي المغرضة إنها تأثر على الأخوة اللي بيننا، وأكد على إن العمل والتضحية عوامل رئيسية لنجاح الدول والمجتمعات. اسمع، الاحتياطي اللي كان موجود وكان تحدي آخر في الوقت دوت بعد الحالة اللي حصلت في 2011 لغاية 2013، خلاص كان بيستهلك كله في انك انت بتجيب فيه المواد البترولية وخلص، وايه خلص بقى فاضل يعني مبلغ ما يعملش حاجة مع السلع اللي بتجيبه مع ده، يعني خلاص حتى اللي كان موجود ممكن ينفع قبل الثورة قبل 2011 ما بقاش موجود. إذن اللي أنا بأكده هنا إن لولا وقوف الأشقاء في الإمارات في السعودية في الكويت اللي أنا بتكلم عليه، لولا ما كانتش مصر وقفت تاني. فالبعض
استنى يا فيصل، فخامة الرئيس يعني شكك في العلاقة بين القاهرة وبعض العواصم الخليجية. خلينا أكلم نفسي. تفضل تفضل فخامة الرئيس. خلينا أوجه لكم الشكر تاني وتالت ورابع، وما تسمحوش ما تسمحوش للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة إنها تؤثر على الأخوة اللي بيننا، بيننا كلنا أبدا. إحنا كان في من ضمن الكتاب كان بيقولي عايزين نشيل من القاموس العربي كلمة الأشقاء العرب، وأنا بقول له ربنا بيقول إنما المؤمنون إخوة، فإحنا إخوة إخوة. فدي كانت أول نقطة مضيئة، كل التقدير وكل الاحترام لكل من ساهم وساعد، مش بس مصر، أي دولة عربية أخرى. النقطة الثانية نسقف لو سمحتوا. نسقف طبعا. يا رب يديم عليكم الستر والأمان والسلام والنعمة. اللهم أمين اللهم أمين. النقطة الثانية كانت الحقيقة بقى لازم أقولها هنا، هي كل الناس كانت خايفة أن المصريين ما يستحملوش يا فيصل، ما يستحملوش الضغط ده. لا استحملوا، رهان كبير على الشعب المصري. نعم، وأنا كان عندي يعني كان عندي ثقة أنه هو هيكون قدر المسؤولية وقدر الحمل الكبير ده. أقصد أقول لك أن حتى في الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت، في تضخم ضخم جدا في مصر وفي العالم كله، كأزمة اقتصادية بتمر بالعالم كله، لكن المصريين تحملوا ويتحملوا الظروف ديت، وده أمر أيضا النقطة المضيئة الثانية. ثم بقى جهدهم في العمل اللي تم خلال ال 11 سنة دول أو العشر سنين دول، وإن شاء الله الفترة القادمة. أيضا معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها تسليم 1700 وحدة سكنية بمشروع حي اللوتس في أسوان، والكشف وتوفير العلاج ل 1225 حالة في قافلة مجانية في بني سويف. كمان أيضا امبارح محافظة المنوفية استلمت 14 معدة جديدة كدعم لمنظومة المخلفات الصلبة. تم توفير 690 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة دمياط، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير الجاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها تسليم 1700 وحدة سكنية بمشروع حي اللوتس بمنطقة العقاد، وده ضمن المشروعات السكنية والخدمية اللي بيتم تنفيذها في أسوان، وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لتسليم باقي الوحدات تدريجياً. في الإسكندرية قامت مديرية القوى العاملة بتعيين 4203 شاب، منهم 126 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وده من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية. في بني سويف تم تنفيذ قافلة طبية بقرية العلالمة مكونة من 8 عيادات في مجموعة من التخصصات، وتم الكشف على 1225 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في الدقهلية تم استلام الدفعة 19 من لحوم صكوك الطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، وبلغ إجمالي ما تم وصوله حتى الآن للمحافظة من لحوم صكوك الطعام 47 طن لحوم. في البحر الأحمر نجح الفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام في تحقيق إنجاز في معدل الأداء، وتم إجراء 60 عملية خلال 4 أيام فقط، منهم 25 عملية أنف وأذن وسبع عمليات تغيير مفاصل ومناظير ركبة، وبتتطلب هذه العمليات فريق طبي لديه المهارة العالية والكفاءات في التعامل مع مثل هذه الحالات. في المنوفية تم وصول 14 معدة جديدة كدفعة تانية لدعم منظومة المخلفات الصلبة ورفع جودة قطاع تحسين البيئة بالمحافظة بتكلفة قاربت على 40 مليون جنيه، وده ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية 64 مليون جنيه. في الأقصر بدأت مدينة الطود أعمال زراعة 2859 شجرة مثمرة على مستوى المدينة والقرى التابعة للمركز على جوانب الطرق والحدائق والمساحات المخصصة لأعمال زراعة تلك الأشجار، وده في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
في البحيرة شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر أعمال تمهيد طريق محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر للرصف بطول 1.1 كيلومتر وبتكلفة إجمالية تقدر ب 2,700,000 جنيه لتحقيق السيولة المرورية. في دمياط أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي تسلم 690 كرتونة مواد غذائية بغرض توفرها للأسر الأولى بالرعاية في المحافظة، وده ضمن مبادرة توفير سلات من الغذاء للأسر الفقيرة.